الرأسمال الوحيد هو صناعة الأفكار. لا أرد صناعة أي شخص على تعرف البلد. كيف نحن مسؤولين عن البلد بالآخر؟ شأبت شأبت بالأبد. نعم نحن حزم المصاري. لم نجد أي شبهة جدية كانت أم غير جدية، لم نجد. مين قال إلنا حق وما إلنا حق؟ كيف بدي أعتذر من مين؟ بيحكي عن انه دبر حالي عن 2005 رجع انا، انا ما دبرت حالي، انا بالقوه اخذتها بقوه العقل. بقوه العقل اخذتها. البي سي ام تي في جديد وما بعرف مين التلفزيونات الباقي، انا كنت وراها، انا اللي عملت تحييقي، أنا صاحب القانون الأرثوذكسي علناً. الشعب اللي انتخبنا هني أكثرية الشعب اللبناني، وساعة اللي بدهم يعملوا عرض عضلات بالساحات فلتكن. لأنه الأنوثة من مقتضياتها هو أن تسلم الذات للآخر. وبترضخ للكلام اللي بقوله. ما برضخ لحدا، ما برضخ لحدا. لأنه دستور هي شغلتك بتحضر. السفيرة اللي نبيها شغلتك بتعتمد أن تكون بدور تحريض الشعب اللبناني. جماعة شذاذ الأفاق بيجمعون قال أنتو شغلتكم، بس يحكي فلان بتبلشوا دق فيه. بعد في سياسي بلا الفيسبوك وبلا التويتر. أعوذ بالله.